للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بحضرتك، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذ حور ومشاهدي القناة الكرام. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية حدثنا عن أهمية تحقيق مصر هذا الاكتفاء الذاتي من الخضروات وتصدير الفائض أيضا. ذلك في غاية الأهمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030. وتعمل تلك الاستراتيجية بشكل واضح على تحقيق نسب أعلى للاكتفاء الذاتي من مختلف مجموعات المحاصيل. بالنسبة لمجموعة الخضر تحديدا نحقق اكتفاء ذاتي أكثر من 100%، أي أن هناك فائضا كبيرا للتصدير بعد تغطية جميع احتياجات السوق المحلية وتحقيق الإتاحة لكل حاصلات الخضر على مدار العام. أما بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية فهي هذا العام عبارة عن قصة نجاح بكل المقاييس، حيث تجاوزت مصر حاجز 6.5 مليون طن واحتلت المرتبة الأولى في تصدير الموالح على مستوى العالم بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة تقليديا. وفتحت مصر أكثر من 150 سوق، منها أسواق جديدة كنيوزيلندا وأستراليا والصين واليابان وموريشيوس وشيلي وجنوب أفريقيا. وفتح سوق جديد ليس بالأمر الهين، يتطلب مفاوضات شاقة ويتطلب الجودة، والجودة هي كلمة السر لولوج الأسواق العالمية، وذلك في إطار توجيهات رئاسية مستمرة بتحقيق الكيف وليس الكم فقط من خلال الجودة. لكن لو تحدثنا أيضا عن أبرز العوامل اللي ساعدت مصر على هذا الإنجاز. أبرز العوامل التي ساعدت مصر على هذا الإنجاز هو عمل يشبه عمل فريق متعدد التخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة دؤوبة من معالي الأستاذ السيد القصير والوزير، ومع مختلف الأجهزة البحثية، جهاز الحجر الزراعي الذي تم ميكنته بالتعاون مع وزارة الدولة للاتصالات، وأيضا المعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية، معمل لفحص متبقيات المبيدات التي تقدر بالجزء في المليون لتحقيق المواصفة العالمية جلوبال جاب حتى يتم اختراق الأسواق العالمية. لأنك بدون مواصفات جودة فأنت خارج السوق العالمية. فكلمة السر في نجاح الصادرات الزراعية المصرية هذا العام كانت هي الجودة، فلم يتم رفض أي شحنة ولم يتم إعادة أي شحنة خارجية. يعني دعنا نتحدث أيضا عن أهمية الزراعات التعاقدية وما تمثله في ظل التغيرات المناخية. ذلك أمر هام جدا، وفي ظل التغيرات المناخية كانت دراماتيكية هذا العام، ورأينا جميعا السيول وجفاف الأنهار في أوروبا، اللوار والسين وغيرها. تلك التغيرات المناخية تؤدي إلى التأثير على جانب العرض وتؤدي إلى أزمات، لكن الدولة المصرية كانت متحوطة لذلك بشكل كبير، والزراعة التعاقدية تعمل على تحقيق صالح كل من المنتج والمستهلك والمصدر والمصنع، فهي بالنسبة للمنتج توفر له سعر عادل ومجزي وغير مكحف، وبالنسبة للمصدر توفر له متطلباته بالجودة المطلوبة، وبالنسبة للمصنع توفر له المادة الخام اللازمة للصناعة. الزراعة التعاقدية في غاية الأهمية، ودخلت فيها محاصيل فول الصويا وعباد الشمس للعمل على سد الفجوة الزيتية التي تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي فيها منها، ونعمل على زيادة المساحة المزرعة بها والعمل على إعطاء سعر مجزي للمزارع. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم.